معقولة واحد بس اللي قال لأ؟ معقولة واحد بس اللي قال لأ؟ جملة شهيرة من رائعة لينين الرملي وجهة نظر. في اللقطة دي كان المدير بيستعمى نزلاء الدار المكفوفين وبيزور نتيجة التصويت، بس ده كان منطقي، نصاب بيستغل من كف بصرهم في نتيجة التصويت ويقول لهم معقولة واحد بس اللي قال لأ، في حين إن لأ كانت إجماع. هذا يبدو منطقيا، إنما تستغفل شعب؟ لا، تستغفل العالم الشاهد بالصوت والصورة على أخرف استفتاء، أخرف من الخرف، على أخرف استفتاء في التاريخ. فهذا ما يحدث في مصر. العالم كان شاهدا على الدعوة العاجلة للتصويت بعد يومين من الإعلان. العالم كان شاهدا على استفتاء خارب يخالف صريح الدستور ويخالف قواعد الاستفتاء والتي تلزم بتصويت الناس على كل مادة من مواد الاستفتاء. العالم كان شاهدا على أكبر عملية جر وخطف للناس إلى اللجان تهديدا وترعيبا وذلا، وصل إلى حد إلغاء المعاشات والتكافل في حالة عدم التصويت. العالم كان شاهدا على أكبر عملية شحن للموظفين والمدرسين والعمال في التاريخ عشان يعملوا الصح. العالم والشعب كان شاهدا على أكبر رشاوى انتخابية في التاريخ بكراتين وبنات ونقود في مشهد دمغ محليا وعربيا ودوليا باسم استفتاء أبو كرتونة. العالم شاهد إن أحمد بدوي اللي نزل بيافطة قال لأ للتعديلات الدستورية اتقبض عليه. العالم شاهد إن عبد القاوي اللي قطع يافطة نعم للتعديلات الدستورية اتقبض عليه النهاردة. أيوه، اتقبض عليه النهاردة. وبعد كل هذا كان سابعة الأثافي وليس ثالثها فقط أنه جبن أن يجعل الفرز علنيا في حضور مراقبين أو صحفيين اللي قام بطردهم، رغم أنه يمتلك كل شيء، الدفاتر والورق والصناديق والدبابة، إلا أنه أيقن أن الشعب انتصر فحجب كل شيء. كل الفرز كان في الضلمة يضحك البعض هازئا. الشعب انتصر؟ الشعب انتصر، فقد قاوم فعليا ورفض أن يساق ويجبر على التصويت قهرا، رأيناها بأم عيننا في آلاف الفيديوهات. الشعب انتصر وهم يعلمون ذلك بمقاطعة جعلت نسبة المصوتين طبقا لكل المراقبين المحايدين لا تتجاوز 3% في أحسن الأحوال. الشعب انتصر كما أكدت كل التقارير الأمنية السرية والتي أعلنت ووضحت أن الشعب قاوم مقاومة عنيفة، وأنه يمتلك قدرة عجيبة على التحايل في تعامل مع ورقة التصويت رغم الإجبار. وإلا ما كان العميل الصهيوني قد جعل الفرز سرياً ليخرج بهذه الأرقام الهزلية. تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء 44.33%، وقد بلغ عدد الموافقين على التعديلات الدستورية 23,416,741 صوتاً بنسبة 88.83%. بلغ عدد غير الموافقين على التعديلات الدستورية 2,945,680 صوتا بنسبة 11.17%. انتخابات الرئاسية الوحيدة النظيفة في مصر، الرقم اللي شارك فيها هيجننه، لازم كل الأرقام تطلع أكبر منه بعديها. الشعب انتصر لأن الأغلبية الكاسحة من الصامتين والمقاطعين والذين لم يحسموا أمرهم كان استفتاء أبو كرتونة وكأنه القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لهم، فقد رأوا بأم أعينهم كيف حول العسكر في خلال 5 سنوات فقط الشعب المصري إلى لاجئين في مشاهد مؤلمة لا تعبر بأي حال عن هذا الشعب العريق. دارت الأيام ورأى الشعب المصري بأم عينه أن من خوفهم العسكر بهم من مصير مظلم أصبح هذا المصير يحيط بنا إحاطة السوار بالمعصم. فاكرين الرهام؟ زي ما انتوا شايفين احنا فقدنا السيطرة وهجموا على العربية زي ما انتوا شايفين. هي دي الشعوب اللي اتقسمت، هي دي الشعوب اللي ضيعت نفسها من فتنة. هو ده مصير الناس لما بلدهم تضيع ووطنهم يضيع. ممكن الواحد يتعدى التقاليد والأخلاق وكل حاجة عشان محتاج أو ما بقاش عنده حاجة. الشعب السوري ما بقاش عنده حاجة. هذه اللقطة الفاحشة
بني عليها رعب السنين. اوعوا ترفعوا راسكم تاني وتطلبوا بالحرية لتبقوا زي سوريا والعراق. فجاء استفتاء ابو كرتونة ليؤكد ان العميل الصهيوني والعسكر قد جعلوا مصر دولة لاجئين اسوأ من سوريا والعراق. الشعب انتصر ايوة لانه عرف الان وتيقن عن بالحقيقة المؤلمة. بالله عليك اوليست المعرفة انتصارا حتى لو كان انتصارا مؤجلا؟ الله غالب. اهو العربية، بص الزول اللي بص كل شوية مشوهم وراهم في مكان. خلي الناس وعاملين سنة في الوساخة بطريقة جيدة.